السلام عليكم، اهلا ومرحبا بزملائي الصحفيين. انا عارف انكم اشتكتوا لشفافيتي، الله لا يحرمكم منها. ناخذ السؤال الاول، تفضل. السلام عليكم عليك، هل هناك بوادر للصلح مع قطر؟ نعم، هناك جهود كويتيه بدعم امريكي، وذلك بفضل الله ثم باهتمام سمو سيدي الامير محمد بن سلمان وحرصه الدائم على سلامه جسد المجلس الخليجي الواحد وحفظ تركة الأباء المؤسسين. ولكن ألم تكن قطر دولة إرهابية؟ شوف أخي الكريم، إرهابية غير إرهابية، وين ما يتوجه سمو سيدي محمد بن سلمان حنا راح ندعم هذا التوجه. قطعنا حطبل، صالحنا حطبل. السؤال اللي بعده تفضل. ما عليك، ما نصير الشروط الـ13 للمصالح؟ الشروط الـ13 غير مهمة، لأنها وضعت في وقت كان يتعاطى فيه سمو سيدي محمد بن سلمان صنف مضروب وهو من جبل علي. الآن الأهم لدينا هو رجوع أخواننا وأشقائنا القطريين إلى الحضن الخليجي. لكن ألا يثبت هذا ضعف الدولة وتراجعها أمام شروطها؟ والله يا أخي، أصلا ما كان هناك فيه شروط لولا تدخل الأتراك وخربوا علينا الخطة. السؤال اللي بعده تفضل. معليك، قناة الجزيرة ما زالت موجودة ولا زالت تروج للأفكار الخبيثة ولم تغلقها قطر. عزيزي، حنا اكتشفنا أن نبطي عظم ولا نقفل قناة الجزيرة، لكننا وصلنا إلى اتفاق مبدئي مع الجانب القطري أننا يعني ممكن أن نكتفي بفصل غاد عويس وعلا الفارس، وهذا إنجاز يحسب لسيدي سمو ولي العهد. تفضل السؤال اللي بعده. الشيخ سلمان العودة كان يدعو لإصلاح ذات البين بينكم وبين قطر، هل تتوقعون أن يتم الإفراج عنه بعد انتهاء الأزمة؟ مشاكل العودة كثيرة، حتى إن اصطلحنا مع قطر ما راح نطلعه. العودة يعني لديه فكر إخوانجي، يبي إصلاح، يبي عدالة، يبي توزيع ثروات عادل، ومثل ما قال سمو سيدي ولي العهد، الباب اللي يجي منه ريح اسجنه واستريح. ولكن سمعنا أن الشيخ فقد جزءا من بصره وسمعه بالسجن، أليس هذا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان؟ يا أخي العزيز، خلي عندك نظرة إيجابية وانظر إلى النصف الممتلئ من الكوب. يعني الشيخ فقد نصف بصره وباقي النصف الآخر، يعني بدني توش يدريك. أنت اتصلت عليه، أرسل لك إيميل اشتكالك. يا أخوان، لا تتبعون هذه الشائعات المغرضة. ما عليك، هناك مواطنون كثر دعوا للصلح ووقف خطاب القذف وتم اعتقاله. والله على حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين أنه زاد إنتاج الزيتون في المنطقة الشمالية، وأيضا تم إضافة تقنية الفار في مسابقة الصقور في مهرجان الملك عبد العزيز. هناك أخبار حول درج مادة الفلسفة في المدارس، لا ترى هذا أنه يخالف توجهات الدولة التي تدرم الرأي الآخر؟ مادة الفلسفة مثلها مثل مادة الوطنية، يعني موجودة لكن ما منها فائدة، كأنها غير موجودة. وفي هذه الخطوة لدى سمو سيدي محمد بن سلمان خلطة فرعونية، مثل ما يعني ما فعل فرعون مع موسى، أنه ندرس فلسفة ونشوف الطلاب المتفوقين ونرصدهم قبل ما يروحون ويتسربتون مع الشباب اللي في كندا. هل ستكرر تجربة المقاطعة مع الأشقاء في مجلس التعاون مستقبلا؟ والله على حسب السكرة، أقصد الفكرة الفكرة الفكرة، وهذا ما هو شغلك. معازيبنا أدرى بلا قلة أدب، وأنا أتفاهم معك بعد المؤتمر. لقافة أخواني، أنا أعتذر، أنا مضطر إلى إنهاء المؤتمر. السلام عليكم.